السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. المهم غندوز معكم الطلب يا نيشان بلا ما نقوي عليكم. وجهي راه مألوف، المهم الزيف على راسي، ملي كنكون الزيف على راسي عرفوني راني عندي الخدمه. دابا غادي ندور، راني موجده هنايا، هذا الشيء هنايا حدايا، هذا باش غادي ندشن العجانه، وغادي في نفس الوقت نشارك معكم الطلبيه الاولى ديال العجانه، وغادي نشوفوا كيفاش غادي تصدق. ان شاء الله غتصدق زوينه، يلا بقاو معايا. توكلنا على الله. اول حاجه البنات، بالنسبه للمقادير هنا غادي ندير شحال عندي ديال الكيكات؟ عندي 6 ديال الكيكات ولكن مختلفين. غادي ندير العجينه واحده ولكن الكيكات مختلفين. اول حاجه غادي نعجن القياس ديال 3، وعاد ندير القياس ديال 3 وحده اخرى. غادي نبدا بسم الله. هنايا راني لا ماشين اولا العجانه دشناها قدامكم، ها هي. بسم الله، غادي ندير اول حاجه غادي ندير البيض. بسم الله. بالنسبه للبيض البنات دائما يكون، الا بغيتوا مثلا ديروا الكيك خاص يكون مختلف، يعني مثلا جوج بيضات كبار، بيضه وحده تكون صغيره. فهمتوني كيفاش قصدت؟ يعني انا غادي نختلف وحده صغيره وحده كبيره. المهم هنا عندي 9 ديال البيضات، غادي ندير 9. راه كاع شتتو الا قلت الله اكبر. المهم البنات راني غاسلاها، غاسله البول، غاسله الفوي، راكم عارفين درت كاع دوك الاجراءات اللي خاصهم يداروا في الاول، يعني اول استعمال مليحه. غادي ندير هنايا عندي 4 الكيسان ديال السكر سنيده. المهم هنا غادي ندير 4 ديال الكيسان، على اين راكم غتلقاوني مخليه لكم كلشي في صندوق الوصف. الكاس الاول غادي ندير البنات هاد نكهه ديال الموز، هذا نوريكم، هذا البنات الفلون كيجي واعر. وغادي نخدم الماكينه او العجانه، هانتوما الاول استعمال نتوما شاهدين عليه. غندير البنات 4 الكيسان ديال الزيت. صافي البنات، هنا من بعد ما خلطت البيض مع السكر، و غادي نهز الفوي. صافي، من بعد البنات غادي ناخذ ايترو ديال الماء، اولا عفوا السترو ديال الماء. فايترو غادي نديرو في كل شيء، يعني في الخليط الاول والثاني مجموع ايترو. هنا غادي ندير عيني ميزاني، المهم تقريبا واحد نص ايترو ديال الماء. ها هي هادي، حاول نديرها على النص. صافي، وغادي نخلط مزيان. الماء ما يكونش البنات بارد، يكون في حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد. نخلط مزيان، صافي. وغادي نبدا ناخذ في الدقيق، وغادي نغربلو هكا ونبدا نخلط حتى غادي نحصل على القوام ديالي ديال الكيك اللي بغيت. هنا هي راه مع شويه ديال الدقيق، كان مع واحد شويه ديال الدقيق داك الكامل فتخوى ليا حتى هو. المهم هنايا يعني ماشي مشكل، ما غادي يدير حتى شي حاجه. خلط مزيان مزيان،
صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا ها هو درت ليه الدقيق، القياس ديال الدقيق يعني اللي يعني ديال الكيك. غادي نحيد هاد الفوي نديرها هنا، وغادي نبدا نقسم على ثلاثة، وغادي نعبر بهالطريقة هذه. شوفوا نتوما عينيكم ميزانكم، ولكن انا من الاحسن نعبر بهالطريقة هذه، كتجيني سهلة واحسن. غادي نقسم بهالطريقة ونتلاقاو ان شاء الله. هنا الجزء الاول البنات غادي ندير غادي ندير فيه هنايا شويه ديال اللوز مع شويه ديال هذا الزبيب. غادي ندير هنا واحد كاس ديال الحليب درجه حراره المطبخ. دائما بغيتو الكيك يطلع ليكم دائما درجه حراره المطبخ البنات. غادي ندير هنا كاس ديال الحليب، يعني غادي ننوع هنايا الاذواق، وغادي نخلط مزيان مزيان. من بعد البنات غادي ندير واحد شويه ديال نكهه الكراميل، غير شويه ماشي بزاف. شوفوا شحال درت لحقاش، كيعطي واحد اللون وكيعطي واحد المذاق. انا راني درت غير شي شويه، شوفوا كيبدل هنا مع التليفون ما كيبينش، ولكن راه كيبدل المذاق. غادي نزيد هاد اللوز والزبيب اللي قلت لكم، نخلط مزيان مزيان. وغادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق باش نقاد نقاد الكيك، يعني الخليط ديال الكيك ما يجينيش خفيف بزاف. ومن بعد البنات غادي ناخذ هاد الصفايه وغادي نغربل واحد جوج ديال الخمارات اللي غنزيدهم عليه. صافي وغادي نحصل على واحد الخليط اللي صافي هنا درت ليه المذاق ديالو. بالنسبه للخليط الثاني البنات غادي ندير هنا واحد شويه ديال النكهه ديال الليمون، كيجي حتى هو زوين، كتجي واحد الكيكه واعره. غادي ندير قشور ديال الليمون لان مازال غادي نستعمل انا الليمون. فهاد الكيكه البنات راه تحت طلب الكليان، بغاو بمذاقات مختلفة. غادي ندير دانون لان ضروري خاصني اما دانون اما الحليب اما يعني عصير الليمون. غنخلط مزيان من بعد البنات غادي نزيد الدقيق باش يتقاد ليا الكيك، القوام ديال الكيك. يعني نتوما عينيكم ميزانكم على حسب نتوما الكيك ديالكم كيفاش، يعني ما خاصوش يكون خفيف بزاف، ما خاصوش يكون ثقيل بزاف. فكيف ما كتشوفوا راه من خليط واحد كتخرجوا منه بزاف ديال النكهات، ماشي ضروري تبقاو تصاوبوا كل كيكه بوحدها وتخلطوا كل كيكه بوحدها. صافي هنا خلطت مزيان هذا الفوي هذا على اللي بغى يدير راسو فيه. صراحه قلبت على هذاك الفوي ديال لينوكس ما لقيتوش اللي مشيت ناخذ العجانه، ولكن ان شاء الله غنبقى لي تلقاه. غادي ندير حتى هنايا جوج ديال الخمارات. هنا بالنسبه لهاد الكيكه عندي ديال المول العجيب الكبار والصغار، يعني هادو ما عرفتش فين حطاتهم ماما، انا غادي نجبدهم. ها هما عندي هادو غادي نعمرهم، وعندي المول العجيب الاخر حتى هو غادي نعمر. صافي كيف ما كتشوفوا ها هو كملت الخليط الثاني، دابا غادي ندوز للخليط الثالث. بالنسبه للخليط الثالث البنات غادي ندير ليه واحد شويه ديال الفلون ديال الكراميل لان غادي ندير فيه حتى الشوكولا. غادي نزيد واحد شويه كيعطي واحد المذاق وكيعطي واحد اللون. خلط مزيان. من بعد البنات غادي نزيد كاس ديال الليمون، نخلط مزيان مزيان.
غير نخلط البنات وما نخافش، يعني نزيد نخلط مزيان يعني وما عندي مناش نخاف. هنا من بعد ما درت هذاك الفلون ديال الكراميل درته هو الاول باش يذوب، عاد باش درت الكاس ديال العصير ديال الليمون. من بعد البنات غادي نزيد هنا هاد الحبيبات ديال الشكلاط، يعني شوفوا نتوما شحال غادي تبغيو يكون عندي الحبيبات ديال الشكلاط، يعني على حسب تقريبا واحد 50 غرام. صافي نخلط مزيان وغادي نزيد دقيق اللي غيقاد لي عاوتاني هنايا الكيك. فراكم شفتوا الطريقه كيفاش، ونزيد ايضا في الاخير جوج خمارات ديال الحلوى، يعني 16 غرام ديال الحلوى ديال الخميره الحلويات، هذه الخماره الحمراء. صافي ونخلط كما كتشوفوا البنات، كنخلط مزيان مزيان. هنا راني دهنت المولات وداكشي وقاديتهم، درت ليهم الدقيق رشيتهم كما هو معروف زعما كما القاعده، وغادي نجي هكا حتى الفوق ونهز يدي حتى الفوق بحال هكا. كما كتشوفوا غادي نخلط الثاني حتى هو مزيان، وغادي نهز عاوتاني يدي الفوق باش يدخل داك الهواء. شفتوا واحد الريحه زوينه هنايا بهذيك بهذاك الحامض داك الليمون. نفس الشكل غادي ندير هنا، هنا غادي ندير المول العجيب، غادي نخلط مزيان. نفس الشكل صافي البنات، ودابا غادي نحطهم هنا في الفران. غادي نشعل الفران ما نديروش يعني مجهد، كما شفتوا البنات درجه الحراره اللي نازله بزاف، وغادي نسد ونخليهم تقريبا من ساعه حتى لساعه الله. بالنسبه للعجنه الثانيه البنات، هذيك العجنه الاولى راها كطيب، دابا راه العجنه الثانيه غادي ندير هنا كاس ديال اللبن بعد ما قسمتهم حتى هما على ثلاثه. هنا غادي نوريكم غير هذه لان المذاقات الاخرين غيكونوا كيشبهوا المذاقات الاولين، داكشي علاش غادي ندير معكم غير هذه ديال الشكلاط. غادي نخلط مزيان، هنا درت كاس ديال اللبن وغادي نخلط مزيان مزيان. من بعد غادي ناخذ جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو، انا ما بغيتش تجيني كحله بزاف بزاف، نتوما بغيتوها تجيكم يعني واخده داك اللون مجهد، نتوما يمكن لكم ديروا اللون اللي بغيتو. غادي نخلط، من بعد ما خلطت مزيان البنات غادي ناخذ الدقيق باش هكا كنقاد داك القوام، نخلط مزيان وغادي ندير جوج خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام. نخلط مزيان،
ودابا البنات غادي ندير هنا كاس ديال الليمون، غنخلط مزيان. هذه البنات حتى كنت غادي نخليها عاديه كيف ما الاخرين، وانا نتفكر عندي هذا قلت صافي اللهم نستغلو. درت هنا كاس ديال الليمون، قلت لكم ديروا واحد شويه ديال القرفه، ولكن ما ديروش هاد الفخويكم في شويه ديال القرفه مع الليمون كتواتا. هنا خلطت مزيان، غادي نزيد عليه هاد لي فخوي كونفي ونخلط مزيان. وغادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الدقيق، خلط كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندير الخميره ديال الحلويات، غادي ندير جوج ديال الخميرات كيف ما شفتوا في الفيديو كامل. ضروري البنات من التغربيل باش ما يبقاش لكم دوك كويرات اما ديال الدقيق ولا ديال الخميره كيدوروا. صافي نخلط مزيان، غادي نجيب واحد المول اللي غندهنوا بالزبده وغادي نرشوا بالدقيق، غادي نخوي هذا الخليط فيه وغادي نديه للفران. الفران كيف ما قلت لكم وشفتوا في الاول العافيه مهيله حتى كتطلع الكيكه، عاد باش كتطلع وكتحمر من الجناب، عاد باش كنهبطها لتحت باش تحمر وصافي، وهكا كتكون واجده. وديك الساعه غادي ندوزو ان شاء الله ملي نسالي غادي ندوزو ان شاء الله للتزيين. دابا باش نصاوب الكريمه اللي غادي ندير بها هذيك الكيكه ديال المول العجيب، بسم الله. هنا غادي ندير 5 ديال المعالق ديال السنيده، جوج ثلاثة أربعة خمسة، هنا عندي 5 ديال المعالق ديال السنيدة. غادي ندير جوج بيضات كاملين، بيضات ماشي يكونوا كبار، يكونوا شوية صغار. غادي ندير كاس ديال الليمون، عصير الليمون. غادي ندير هنايا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده ديال لابار، معلقه ها هي كبرتها كما كتشوفوا، كتجي بنينه هذه، كتجي بنينه بزاف بزاف. غادي ندير واحد الساشيه ديال الفاني، واحد الساشيه تاع الفاني هنا باش غيعطي داك المذاق ديال الفاني. غندير واحد المعلقه ديال المايزينا، نزيد شويه تقريبا معلقه كبيره على هادي، هادي معلقه صغيره شويه، داكشي علاش درت الاولى وعاود الثانيه. وغادي نخلط مزيان. صافي البنات وكنبقى نحرك فيها حتى كتقال تولي على شكل كريمه كما كتشوفوا البنات، كيولي هكا على شكل كريمه كيعقد. غادي نجيبو هنا وغادي نخويه، نقادو وغادي نخليها حتى تبرد تماما، نعطيها الوقت ديالها نخليها تبرد تماما. من بعد البنات غادي ناخذ الناطاج وغادي ندهن هنا، راه دهنت قبيله غادي نعاود ندهن دابا لان قبيله ما كانش واجد اللوز، كان يلاه كيتحمر. كندهن الكيك بحال هكا، يمكن لكم تدهنوا بالكونفيتور شحال من خطره هكا وريت لكم الكيك، يعني خدمت معكم الكيك ودهنته بالكونفيتور. غادي ناخذ اللوز، اللوز ايفيلي هنا السيده اللي بغاتو بغاتهم يعني باللوز، غادي ناخذ اللوز. وانا راكم عارفين البنات اي حاجه كيعجبني نكثر منها، خصوصا الا كان كوموند كيعجبني هكا نشوف اللوز بزاف كيبان من الفوق. كنت باغا ندير هادو، ساعة عيطت لي السيده في اخر لحظه وقالت لي اذا الا ما زيديني غير كيكه عاديه في بلاصتهم، هي فاش زدت هذيك الكيكه ديال الليمون.
صافي. وغادي ندهن حتى الاخرى. فيعني راه ساهلين بالنسبه للبنات اللي كيخافوا يشدوا هكاك الكوموند ديال الكيك. وان شاء الله هاد السيمانه والسيمانه الاخرى اللي من وراها غادي يكونوا بزاف ديال لي كوموند ان شاء الله الا بغى الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش البنات راني جبت العجانه، لان جا الوقت ديالها. شحال هذيك كنت كنعجن غير بيديا وهذا، ولكن دابا صافي لا بد من العجانه. غادي ندير دابا هذه حتى هي فيها اللوز إيفيلي. وهنا بالنسبه لهاد الكيكات البنات راهم زينتهم بشويه ديال الديسر من الفوق تحت الطلب ديال السيده مولاتهم. كنبقى هكا كندوز عليهم حتى هما بالناباج من الفوق باش مي باش هكا يجيو كيبانو كيبريو. صافي انا راني مدوزه عليهم بالناباج غير كنعاود. من بعد البنات كنجي لهاد الكيكه هادي ديال الشوكولات كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير ليها هكا الكاناش. الكاناش راني شاركته معكم تقريبا، درت واحد 100 مليلتر ديال القشده الطريه درتها تغلات، وزدت عليها واحد 150 غرام ديال الشوكولات يعني كوفرتور نوار. غادي نلبسها لهاد الكيكه هادي من الفوق صافي. وحركتهم بقيت كنحرك فيهم حتى دابو مزيان. هنا راه واخا هكاك خاصهم مازال يتحركوا، ولكن لحقاش دابا قربت السيده تجي خاصني نجي يعني تلقى كلشي واجد. غادي نبقى هكاك تلبسها مزيان، مع الوقت راها كتغلى. يمكن لكم البنات هذا غادي ندير ليه هذاك اللوز، غادي ندير الكيكه هاد الكيكه هادي غندير لها اللوز مهرمش. صافي وغادي ندير اللوز هنا من الفوق مهرمش. الا بغيتو ديروا اللوز مع الكاناش تخلطوهم عاد باش دهنوا بهم، حتى هادي مزيانه. انا غادي نكتفي بهذه الطريقه هادي. يعني واحد خاصو ضروري يبغي يدير شي حاجه يدير شي حاجه ديال تحمير الوجه، خصوصا في الكوموند دائما حاجه تمشي مزيانه تمشي منظر زوين والمذاق طبيعه الحال. وصافي كيف ما كتشوفوا هنايا الباقي من الكاناش درتو هنايا فوق هاد الكيكه هادي، ودرت ليها بيبيت شوكولا وزينتها حتى هي من الفوق باللامون ديفيلي او اللوز ايفيلي. وكانت هادي هي لا كوموند ديالي ديال الكيك ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم صراحه، يعني جا زوين صراحه تبارك الله. شوفوا شكر راسو داز من هنا، فكيف ما كتشوفوا جا زوين جا منظر رائع. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم ان شاء الله، وتجربوا علاش لا وتاخذوا حتى يعني بعض من الاسرار البسيطه ديالي وتشاركوا معايا. فتبارك الله 7 ديال الكيكات، فتقريبا غادي نقول لكم على التوقيت اللي خدا ليا تقريبا غادي نقول لكم واحد 4 سوايع بحال هكا 4 سوايع. والبنات راني ما درتش فران جوج فرارن، خدمت غير فران واحد هو باش خدمت. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه لهذا راه مشروع زوين، مشروع مربح بالنسبه البنات اللي باغين يخدموا او السيدات اللي باغين يخدموا من ديورهم. فمقادير اللي بسيطه كتخرج لك شي حاجه اللي هي منظر ومذاق رائع، وتبيعي وتشري فيها وتكون عندك واحد كيف ما كيقولوا الفرنسيين لارجون دو بوش فديالك. فكون عندك حتى انت فلوسك في جيبك تخزني لدوير الزمان انطلاقا من دارك. فخاصك غير يعني تعرفي ما ديري. فان شاء الله هاد الايام الجايه راني شاده لي كوموند، وان شاء الله غادي نشاركهم معكم. فقبلوا عليا غنشاركهم معكم، وان شاء الله غتكون شي حاجه اللي زوينه وتنال ان شاء الله الاعجاب ديالكم. غادي نقول لكم غير الثمن
بالنسبه لهاد الكيكات هادو البنات كل حاجه وثمنها. فمثلا هاد الكيكه هادي وهادي وهادو بجوج هادو لان فيهم الزواق ديال الكناش، هنا هادو 30 درهم الوحده، كل وحده 30 درهم. هادو البنات 40 درهم، هادي وهادي 50 درهم، وهادي 60 درهم. فهذا هو الثمن ديالهم. وعاوتاني كل واحد كيبيع بداك الشيء. انا اغلبيه ما كنبغيش نقول الثمن لان البنات كيجي كيكون بزاف ديال الجدل، فكيجي واحد ما عارفش يعني دوك المقادير كيفاش ولا علاش. فمثلا غير من البسطيله اللي فاتت كاين اللي قال حتى 400 درهم. واش كاينه شي بسطيله ديال الحوت 400 درهم؟ راه ما يمكنش نهائيا، 400 درهم ما يقدوكش حتى الثمن الحوت اللي غتشري ليها، كتوصلي حتى ل 500 550 درهم غير في الثمن الحوت ديال البسطيله. هذا الشيء بلا خدمه يدك، بلا فران، بلا قوام، بلا حتى شي حاجه. فهذا الشيء علاش ما كنبغيش نقول الاثمنه، لان كاين اللي كيبغي يستافد وكاين اللي كيبغي غير يخلق الجدل على والو. فهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله. كنتسنى ماما مسكينه هادشي تجيب لي الكراطن باش تجي المرا، بقات لي كرطونه وحده، وان شاء الله نعطي هادشي للسيده الله يوكلهم ليا بالصحه والسلامه والعافيه، فانتوما تشوفوها بالصحه والسلامه والعافيه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا على لايك ديالكم، الفيديو اللي فات كانوا لايكات بزاف، نتمنى ان هاد الفيديو حتى هو يكونوا فيه لايكات بزاف، وتشجعوني ان شاء الله. علاش لا توصلوني ل 10000 لايك في هاد الفيديو؟ علاش لا، كلشي ممكن. غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.